كرة معاهم دلوقتي، وده بيلعبوا اللعب الرابعة 8 يارد. ف Tailgaters of the game, the Toenail Tailgaters, selected as our tailgaters of the game today. They went three booth with walk-ons, now open on Hardy Street, so be sure to check out what everyone's talking about at Walk-Ons in Hattiesburg. College football coaches and student athletes across the country are showing their support for teachers in honor of the College Football Playoff Foundation's Extra Yard for Teachers initiative. Together, we envision a country in which teachers, our greatest assets, receive the recognition and resources they deserve. Today, Southern Miss is supporting Woodley Elementary and Lily Burney STEAM Academy with $5,000 gift cards to Michaels for new classroom supplies and resources. Fans, join us as we give a round of applause and say thank you for your commitment to our students. Great teachers change lives. المفروض نجيب 3 تاتش داون علشان نعرف نتعادل. Abraham's pass complete to Tim Jones. Tackle made by number 31, Antoine Kincaid. Gain of 3, it's 2nd and 7. الماتش بس عشان ورايا اشياء، يعني كان قال لي ورايا شغل ورايا شغل، فهضطر امشي. الماتش كان كويس، بس الفكره بس انه ايه، الفكره انه اولا الماتش الحمد لله احنا شكل فكره بنخسر، هو كويس بس احنا بنخسر. ممكن انا اجيب لكم نظرة كده على من على الجنب. يعني طبعا الشمس قربت تغرب. البرجات التحتيه و نادي الاستاد بتاع الشاشه بس ده تحت المبنى اللي تحت. هاخد الاكزيت رام بقى انزل تحت.
هو الماتش الصراحة يعني ايه كان جميل، بس هو الفكرة اللي انا اولا ما عنديش لانش جاهز، ما عنديش غدا، دي حاجة. وتاني حاجة انه ورايا شوية حاجات اخلصها، ف حاولت يعني انا حضرت الكورتارين الاولين وتقريبا الكورتر التالت احنا عدينا نصه، فانا هكمل اخر كورتر في البيت ولو كسبنا يعني هعرفكم، انا مش هقفل الفيديو قبل ما اعرفكم ان شاء الله كسبنا ولا لا، يعني ربنا يسهل. الصراحة يعني أنا لو كنا هنكسب كنت هقعد لسبب معين، لأن بيبقى في عرض فاير ووركس جميل الصراحة، الدنيا بقى من العيلة بتبقى شكلها جميل. يعني أنا مرة كنت قاعد بره الإستاد جنب قريب من الجامعة وكسبنا وخلص الماتش، فكان في عرض فاير ووركس يعني فترة طويلة، يعني الشغل على الضيقة كده. بس للأسف يعني شكلنا مش هنكسب، يمكن الحال يختلف، بس يعني لغاية دلوقتي مش باين ان احنا هنكسب. عشان هوصل البيت ان شاء الله وهقول لكم. ازيكم يا جماعة، انا في البيت مش عارف ليه انا ماسك الفوطة حاططها على كتفي. المهم انا كنت في المطبخ، انا كنت بكمل بحضر بقية الماتش. للأسف خسرنا، انا كنت متوقع كده الصراحة يا جماعة، مش عارف، مع ان الفريق مفروض احسن من كده. يعني انا حضرت ماتش كان الفريق عمل شغل ما حصلش، بس من ساعة ما اللي بتاع اللي انت شفتوه اللي هو التاتش داون اللي اتلغى ده و اتبهدلنا من ساعتها، جابوا فينا تقريبا 28 واحنا جبنا 7 بس، جبنا تاتش داون هم جابوا 4 تاتش داون، فاتبهدلنا خالص. بس انا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ده كان اخر ماتش في جامعة ساوزر ميسيسيبي. هي لعبة مختلفة طبعا، عمرك ما هتقدر يعني تتعود عليها، هي حاجة مختلفة خالص عن الكورة. بس يعني تغيير، أنا كنت نفسي أروح برضو عشان أوريكم، فأتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو متنساش تنزل تعمل لايك، ها الزر الداني تحت، يعني لو نزلت عملت سكرول داون كده أو بالموبايل عملت لما عملت نزلت تحت كده هتلاقيه موجود، هو والسبسكرايب، هما الاتنين بيبقوا موجودين على طول على فكرة، يعني ما بشيلهمش ولا هما بتوع اليوتيوب بيشيلوه. فاعمل لايك لو عجبك الفيديو، اعمل سبسكرايب، انا بعمل فلوجات كتيرة وحاجات مختلفة، وان شاء الله في كده مفاجأة جميلة كده لما اخلص السمستر ده، فان شاء الله في حاجات كده هتعجبكم، يعني هصورها. واتمنى انكم يكون الفيديو عجبكم برضو، لو عجبك اعمل شير، اعمل بص اعمل كل شير ولايك وسبسكرايب، اعمل كل حاجة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو تاني. سلام.